اوعى تفتكر في يوم من الايام ان الدموع ضعف، اوعى تفتكر ان مهما كانت يعني رجولتك وشهامتك ومرؤتك، ان انت لو بكيت في يوم او ان دمعتك بتنزل او دمعتك قريبه ان ده ضعف الشخصيه. اوعى تفتكر في يوم ان الدموع على عزيز عليك او واحد يعني كان بينك وبينه، او حتى موقف صغير او كان بينك وبينه في يوم من الايام حاجه افتكرتها فصعبت عليك نفسك او صعبت عليك يعني اللقاء اللي كان بينكو او شهمته او رجولته ورحل عن الحياه، ان ده ضعف ابدا. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان من اشد الناس واقوى الناس، لكن لما بعد فتره من الزمن اما في ناس بكت قدامه قال هكذا كنا قبل ان تقسى القلوب. يعني من معنى او من معاني قسوه القلب ان ما يبقاش في دموع، محدش يضحك عليك ابدا ويقول لك ان الدموع دي ضعف او الدموع انهزاميه، لا طبعا. مش معنى كده ان انت يعني عمال على بطال، او حتى دموعك تبقى عزيزه عليك، خليها عزيزه عليك وما تنزلش ابدا غير قدام الناس اللي انت بتحبهم او تثق فيهم او حتى بينك وبين نفسك. لكن انا بشوف ان من الدموع رحمه، ان الانسان اللي قلبه قاسي جدا جدا هي اللي دمعته تبقى صعب قوي. يعني ممكن اكون غلطان في احساسي او غلطان في اللي انا بقوله، لكن هو ده اللي جواه. يعني على التليفون يعني والده محمد عبد الوهاب حبيبنا وصاحبنا. مساء الخير يا حاجه، وتعيشي وتفتكري. شكرت ربنا يخليك يا كابتن يا اوفى الناس. انا مش عايز اقول لك يعني انت واحده من الناس اللي انا يعني مش عايز اقول لك بحسدك، لكن انا يعني قربت منك في فتره من فترات عن قرب يعني، وعارف يعني ايه تأثرك ومدى حبك وارتباطك. أكيد ممكن يبقى ابن في وقت من الأوقات، ممكن كان يبقى أخ بالنسبة لك، ممكن حد يعني مقامه وتقديره أكيد كبير جدا 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 عنه، وأنت كمان أمه. لكن أنا بحسدك على صبرك وبحسدك على قوة شخصيتك وعلى تحملك، ويا رب يا رب اجعله دايما في ميزان حسناتك كل حاجة بتعمليها. ومش عارف أقول إيه، أنت اللي تقولي بقى يا حاجة. أنا شلع عليك، وحشتني والله. الله يكرمك يا حبيبي. وبشكرك جدا يا كابتن، أخ صديق. ومحمد وحشني والله يا كابتن، والله وحشني. هو في وسطنا وأنا باقي بمكانته يا حاجه، باقي بسيرته، باقي بسيرته، باقي بمكانته، باقي بالفتره الصغيره صحيح اللي عملها، وهو بيدي دروس كل يوم. مش بالضروره تبقى كميه سنين كتيره جدا جدا، عمره هيخلص. لكن الخلاصه في اللي بتعمله في الفتره الصغيره ديت، الدروس اللي بتاديها، الافعال اللي عملتها، فهو وحشنا كلنا. لكن انا قلت في المقدمه، ما اعرفش انت سمعتيني ولا لا، يعني من علامات رضا ربنا سبحانه وتعالى اللي جت على بالي، يعني ان في ناس ممكن تموت يوم 5/2 7/2 10/2 12/2 اي يوم في السنه 10/11 15/10 اي حاجه يعني. لكن ان يكون مصر كلها تجتمع في يوم واحد بعد مرور 12 سنه على دعاء لشخص يعني معين بتوقيت معين في يوم معين، اعتقد ان دي من الحاجات اللي تبين مدى ربنا سبحانه وتعالى ورضاه عن محمد. كمان يعني بحييكي وبقول لك عرفت تربي. صحيح هو غاب عننا بروحه، لكن افعاله وجسده، لكن روحه ما هي اللي موجوده، جسده هو اللي فنى لكن روحه موجوده وسطينا يا حاجه. ايوه روحه موجوده يا كابتن، ومعايا ما بيفارقنيش على طول والله. وكل القلوب الناس دي هي اللي مصبراني والله، قلوب الناس اللي زي حضرتك والناس كلها اللي هي ده على الفيس وعلى وفي كل مكان، وحتى اللي يقابلوني في الشارع واللي بيكلموني يعني الناس دي بتحسسني كده انهم معايا وقلوبهم معايا، بيخلوني اصبر زياده. والله مش عارفه اقول لك يا كابتن، انا بشكر كل الناس والله بشكرهم. ودي فعلا ده فعلا فعلا محبه من ربنا كبيره.
وحب حب ربنا دي كبير، وهو اللي مصبرني على البلوى دي يا كابتن، لان ما البلوى دي ما كانش يعني حد يتحملها، ما كانش حد يقدر يتحملها كده لولا قوة من ربنا، قوة من ربنا هي اللي مخلياني بتحمل. سامحينا يا حاجة لو في يوم قصرنا، سامحينا لو كان في يوم يعني كان عندنا واجب ومرعناهوش، سامحينا لو كان محمد عبد الوهاب عندنا يستحق أكتر من أي حاجة احنا عملناها، سامحينا لو قصرنا في يوم، سامحينا لو تخاذلنا في يوم، اعذرينا مع أننا ملناش العذر، لكن اعذرينا يا حاجة. ومحمد عايش في وسطينا، ومحمد هيفضل في وسطينا، وإن ما كانش جسمه هو اللي وسطينا لكن زي ما قلت لك أفعاله. وأنت كمان واحدة من الدروس المهمة جدا 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 في الدنيا، بشكرك ويا رب يا رب دايما 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 يا رب بإذن الله بإذن الله تكوني موجودة معنا دايما. وبتأسف لك مرة تانية لو في يوم من الأيام كان ليكي عندنا يعني عشم وخذلناكي فيه، بتأسف لك لو كان فيكي يوم أو كان ليكي يوم عندنا يعني طلب وما قدرناش أو ما سمعناهوش أو ما كناش موجودين في وسطيكي في يوم من الأيام كنت محتاجانا فيه، بس أسف لك مرة تانية مش عن نفسي بس، عن كل الناس يعني. لكن في النهاية محمد عبد الوهاب، الحاجة الحلوة اللي ممكن تتقال في العصر اللي احنا فيه، مش عارف أقول غير من علامات رضا ربنا سبحانه وتعالى اللي بدأت بها الحلقة، إن في يوم بترفع كل الأيادي المصرية بمختلف ميولها للدعاء لمحمد عبد الوهاب.